عين اللواء خليفة حفتر قائدا للجيش الليبي بعد ترقيته إلى رتبة فريق بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح. صالح لفت إلى أن الأمر في انتظار مجيء حفتر إلى البرلمان لأداء القسم القانوني أمام النواب ليباشر مهامه على الفور. اختيار حفتر جاء بعد أسبوع من تصويت مجلس النواب الليبي المنتخب على استحداث منصب القائد العام للجيش الوطني.